حمزة بالملوكي، خدامة زابا كان ديفلوبر عند اكسب، والتوك ديال اليوم غادي يكون على جي بي ام اس اللي هو جافا بلاتفورم موديول سيستم، وشنو هو الامباكت ديالو على جافا بلاتفورم. الوغ لاجوندا ديال هاد التوك كالتالي، نبداو سيسيون بسوم هيستوري ديال جي بي ام اس، بغي نشوفو كيفاش كانت الحياة قبل جافا 9 سبيسيفيكلي، المشاكل اللي كانوا كيوقعوا، بدينا نهضرو على لي جولز ديال جي بي ام اس وشنو هما لي بروبليم لي جي بي ام اس تقدر تحل. رغم من بعد نهضرو على الموديولر جي دي كي، كيفاش جي بي ام اس امباكت على بلاتفورم جافا. ابخي نهضرو على الكاستمر ران تايم، الايمج يوزين تول لايك جي لينك واي يو شود كير اباوت، فاينالي سم ثوتس على التولين سيبورت اللي كاين في جي بي ام اس الانستون، وان ديمو باش ديمو ويصوم جي بي ام اس فيتشرز. ونبداو نهضرو على الديفلوبمنت هيستوري ديال جي بي ام اس. الو انيشالي جي سي بي جافا كوميونيتي بروسيس بدات ديفلوبمون على ان جي اس ار ديال الموديول سيستم في 2006، و كان بلاني فيتشر ليزا في جافا 7، بات فور سم ريزن ما تريليزاش. في 2008 هاد جي اس ار تدروبا ودار خر اندر دي امبريلا ديال بروجيكت بيكسل، وبالاخير الموديول سيستم تريليزا في جافا 9 في 2017. قبل ما نهضروا على لي فيتشرز ديال لي موديل سيستم، ندويو على زعما البين بوينتس ديال اللي كانوا قبل فور جافا 9، حيت هضرنا على لي ليميتيشنز اللي كانوا قبل جافا 9، غادي نقدروا نجاوبوا على السؤال المهم اللي هو الواي، علاش دابا نخدموا بجي بي ام اس، ولما علاش نديفلوبو دي زابليكاسيون بازي على الموديول سيستم. دونك ديفلوبر جافا تيكونوا فاميليير مع واحد الفريز ديال جار هيل، وكيبان على شكل ميس بيهيف ديبندنسيز، بمعنى زعما ميسين ولا ديبليكيتد ديبندنسيز اللي غالبا تيكونوا عندهم different versions، وهذا الشيء يقدر يخلي الابليكاسيون ديالنا تكراشي في الران تايم. دونك البروبليم جاي من اننا كنشوفوا كل ارتيفاك جار يقدر يكون عنده نيم وريليشن شيبس، مي قبل جافا 9 جي في ام ما كتشوفش كيف كنشوفوا. دونك مين كتلودي شي جار عندها كتعتبر از يو نو جست ا سيمبل كلاس فايل كونتينر ويزاوت اني مينينفول بروبرتيز. مثل على البروبليماتيك مين تيكون عندنا جوج ديال لي جارز يعني عندهم نفس الفولي كواليفايد كلاس نيم، دونك هادشي يقدر يوقع مثلا الا كانت لابليكاسيون كديبوند ب تو ديفرنت فيرجنز نفس لايبراري، الا ديفرنت فيرجن ديال شي لايبراري بريزنت في الكلاس باث، دونك البيهافيور يقدر يكون انبريدكتبل، هادشي غادي كراشي كوربتي لابليكاسيون، بحال زيرو يكونوا بحال نو كلاس دي فاوند ايرور اتسيترا. او ايفن اف ذا كلاس از فاوند في اللودين ديال الكلاس غادي يقدر يكون انبريدكتبل اولسو ديو، حيت كاينين دوبليكيتد كلاسز واللي عندهم ماشي نفس. اوكي دونك البروبليم الثاني هو اللاك ديال انكابسوليشن في جافا. ان فاكت جافا عمرها كانت عندها انكابسوليشن ديال بصح، حيت ديزا بي اي بحال ريفليكسيون كتقدر تعطيك اكسي في كاع لي كلاسز اللي كي كانوا بوبليك ولا بريفي. دونك اكزومبل هادشي هو اللاك ديال انكابسوليشن في الجار ليفل، وكمي شي كلاس كتديكلار از بابليك كتبقى ريتشبل في اي بلاصه في الاب. هذا الشيء حيت كلاس لودرز كي لوديو كاع لي ريفرنس كلاسز انتو يو نو واتس كولد جون كوز بيج وول اوف مود. البروبليم اللي يقدر يوقع هو بعض المرات كتشوف ديفلوبرز كي ديبونديو بان كلاس لي في ان باكيج تكون سافيكس بامبل ولا انترنال، نورمالمون ما خصهمش ديبونديو بهم، حيت لايبراري مينتينرز كانوا بغاو يخدموا بيهم غير انترنالي وماشي في البابليك يوز. دونك مين مينتينرز كيبغيو يشونجيو هاد الانترنالز هنا كانت امباكتاو، حيت الكود ديالنا ديبوندا بالكود ديالهم، ولا بغا لايبراري مينتينر يحافظ على الباكورد كومباتيبيليتي ديال الابليكاسيون غادي يضحي بالمينتينابيليتي ديال الكود. هادي حنا كليغ فيها. دونك ان اوتر ايشيو هو السيكيوريتي، مين كنخليو الكود ديالنا اكسبوز تو ذا بابليك، كريتيكال كود ميبي exposed and exploited by malicious code. Donc je pense هضرنا على لي بروبليم اللي جافا كتعاني منهم. دابا نهضروا على لي جولز ديال جي بي ام اس وكيفاش جي بي ام اس تقدر تادريسي هاد لي بروبليم. اوكي من لي جولز ديال جي بي ام اس ريلايبل كونفيغوريشن، وكتمكن الديفلوبر يعطي لي جارز مينينفول كونفيغوريشن جي في ام از ويل از الكومبايلر، وكتخليك تكونفيغوري ان يونيك ايدنتيفاير للجار ديالك ولا ديكلاراسيون ديال لي ديبندنسيز مع لي زوتر جار، والبابليك اي بي اي اللي كيتسبيسيفيا في الاكسبورت كلوز. دونك هادشي غادي تكونفيغوري في ان فايل ديسكريبتور
سميتو موديول داش نيفو دا جافا. كما كتشوفوا هنا جافا 9 زادت نيو كيوردز في الموديول ديسكريبتور فايل. غادي يكون عندك موديول ديكلاريشن اللي يكون فيه ان يونيك ايدنتيفاير وكتسبيسيفي فيه لي موديول اللي كيديبونديو بهم في الريكوايرد كلوز ولي باكيجز اللي الموديول ديالك اكسبورتي. بمعنى لي باكيجز اللي الموديول ديالك اكسبوز للبوبليك effectively le public API ديالك. اوكي دونك الجول ثاني ديال جي بي ام اس هو strong encapsulation. هي من اهم الفيتشرز ديال جي بي ام اس. كتخليك ديفيني اتشور ريلايبل اي بي اي نوت بانه خاصك ثلاثه ديال الشروط باش تاكسيدي شي كلاس من موديول اخر. اول الموديول ديالك خاصو يديبوندي بالموديول اللي فيه ديك لا كلاس. ثانيا الكلاس ديالك يكون ديالك تكون بابليك. ثالثا يكون داك الباكيج ديال الكلاس اللي كتاكسيدي ليها اكسبورتد. دابا واخا تخدم نورمالمون دابا واخا تخدم بريفليكشن اي بي اي ما تقدرش تاكسيدي البابليك ولا البرايفت اي بي ايز الا شي شرط من دوك الشروط اللي هضرنا عليهم ما تحققش. الا ما بغيتيش الباكيج ديالك يكون اكسيسبل في اي موديول كيديبوندي بالموديول ديالك تقدر تخدم بواحد الفيتشر في جي بي ام اس واللي هي كواليفايد اكسبورت. غتخليك اكسبورتي الباكيج ديالك غير في لي موديول اللي انت كتسبيسيفي. وهذا الشيء نقدروا نديروه في الموديول ديسكريبتور اللي هو كما قلنا هو الموديول داش انفو دا جافا. سترونج انكابسوليشن كتخليك تبروتيجي كريتيكال كود فروم اني مالشيس يوز. دونك الكود ديالك كان نو لونجر بي اكسبلويتد سينس ذير ويل بي نو واي يو كان اكسس ات ايفن وين يوزين ريفليكشن اي بي اي. هاد القضيه ما كانتش قبل جافا 9 دونك جيكسو زاد القضيه. اون بليس كت امبروف المينتينابيلتي ديال الكود حيت تشينجز تيكونوا ستريت فورورد بالنسبه للمينتينر. الا كان اليوز ديال هذوك لي باكيجز غير انترنال الموديول سيستم كيخليك تفورسي اليوز ديال شي باكيج يكون غير انترنال في جار ولا غير في ان اوتر كواليفايد وان. الو انقتبس من مارك رينفولد ذا تشيف اركيتكت ديال جافا. ابتداء من جافا 9 a class that is a private java module should be private in the exactly the same way a private field is private to a class. GPMS could satisfy its statement. دونك ولا جي في ام والكومبايلر كي انفورسيو strict accessibility rules على لي موديول. دونك هذا ان اكزومبل. هذا دونك عندنا جوج ديال لي موديول مثلا فو وبار. En termes de GPMS, can go to bar reads foo bimena bar qui dépend des foo ou raha ket spécifia module dash info dot java. Et où module descriptor d'yenna? D'yel module bar as requires foo. Donc, head statement ket khlinan accéder au gel public API likenin fil module foo li le packages d'yelon exported. Ou as you can see, le package comme d'fou raha exported. وبما ان البابليك كلاس بوك كاين في الباكيج كوم دات فو دونك نقدر ناكسيدي ليه. الوغ الجي دي كي تقسم لدي موديول. تقسم لدي موديول جي دي كي منهم جافا اس كيو ال جافا ديسكتوب جافا لوجين اكس ام ال ايتترا. اوكي دونك كاين دي موديول ماشي بريفيكس جافا حيت دونك هذا الدياغرام ماشي فيه كلشي. كاين دي موديول ماشي بريفيكس جافا حيت هادوك لي موديول سبيسيفيك للجي دي كي و صراحه اتس اوفن نوت ريكومندد تو ديبند اون ديم حيت دي مي فيري اكروس جي دي كي امبلمنترز. هاد الجياغرام كي هايلايت سم امبورطانت وانز و ديبندنسيز ما بيناتهم. نوت بيرا اي موديول كتكري كي ديبوندي امبليسيتلي بجافا دات بيس. كتشوفوا كاع لي موديول كي ديبونديو بجافا دات بيس حيت فيه الكور اي بي اي اللي اي جافا بروغرام ما يقدرش اكزيستي بلا ليهم. مثلا دي باكيجز بحال java.lang, java.util, etc. شحال هادي كان كاع لي موديول اكسيسيبل ويزاوت اني كونفيغوريشن. مي دابا خاصك سبيسيفي ديبندنسي على اي موديول اللي كتخدم به. بيان سيغ شحال كنتي كتخدم بلي فيتشرز ديال جافا دي بي ام اس. اوكي دونك ابتداء من جافا واحد تول سميتو جي لينك كيخليك تكري كاستم ران تايم ايمج غير لي موديول اللي تحتاجهم. الى لابليكاسيون ديالك ما تحتاجش تخدم دي موديول بحال ديسكتوب ولا RMID ولا كوربا ولا اتسيت لك شي. دونك there is no need it's included of GRE.
doing so will just increase the jar size or limashi recommended containerized or smaller devices. The zombie more like a machine recommended and the jar size you can bad size. Donc, tout le G-Link, I click to create a custom runtime image with only the modules that depend on the bill. Donc, so far, so good. Donc, business tooling support. And if you can, donc, build tools, Bhel Maven, or Gradle, qui supporte au modular projects. IDEs, Bhel IntelliJ, Eclipse, qui supporte au modules, c'est un mot. Donc, qui a très fameux, c'est un structure de Java 9 modular project. وبالنسبة للibraries والframeworks مع الأسف أغلبية ديال للibraries والإيكوسيستم بحال Spring ما زال ما أصلاً ما عندهمش roadmap ديالهم باش يتم مودرنيزا دونك ما زال الكوميونيتي خاصها تخدم على هاد القضية في البنفيتس اللي المودول سيستم كيجيب ندوزو دابا للديمو كنبارطاجي سكرين ديال الديمو Je pense que tu vas scanner notre démo. Avant de mettre le code, je voudrais voir un diagramme qui bien les relationships entre les modules. Il y a un débat les modules. D'ailleurs, dans le domaine de l'analyse, la marche est bouleversée. Oui, on en parle. Donc le main, donc il y a module, il y a module, il y a module, il y a module. Donc le main qui dépend des services. Donc moi, en termes de GPM, c'est que le main read service ou service read DAO ou DAO read domain. Il y a un spécial qui est module descriptor, le module dash info de Java. Donc il y a le main. Quand on chauffe le main, le module main requires domain et non. Pour requérir le service, donc le main qui dépend du service qui dépend du domaine. Donc, je n'ai pas le service, je n'ai pas le service requérir le domaine, requérir le DAO, donc qui dépend du biome, ou qui opne le package, le reflection use. Donc, il y a un chauffe embed, ou qui exporte le package à la public API. Je suis d'accord avec exporter le package à des comptes accessibles via reflection. Alors, ce que je veux dire, c'est que le statement de l'open, mais je n'ai pas accessible via reflection use. Voilà, il y a un DAO qui dépend de le domaine pour exporter le package DAO comme DAO à la public API. Le domaine qui dépend de la chose, c'est exporter le public types DAO qui n'est pas le package. Donc, so far, so good. Je suis le test. Book controller test. Under le front. Presentation mode. C'est bon. Donc, book controller test, had a public type came to main. I had a public type came to main. Donc, il y a book service qui est le module de service. Donc, get books, qui est l'instance de book DAO, qui dépend de book, qui est le module de scripture. Donc, il y a la book DAO qui est la get all books. Get all books, c'est le manque de data, qui est l'instance de jeu de books. On va ajouter une liste. Donc, effectif Java, module système, on va garder le price, on va garder le coupon. ولا ما عندوش كوبون دونك هذا ما عندوش كوبون وهذا عنده كوبون في الاخر كنكالكولي البرايس كنكالكولي البرايس في كوبون كالكوليتور كوبون كالكوليتور كاين فين كاين في السيرفيس دونك ياخذ بوك كي كالكولي الكوبون كي كالكولي البرايس بيست على واش عنده الكوبون ولا لا دونك الا كان عنده الكوبون كينقص البرايس ما كانش عنده الكوبون كيخلي البرايس هو هو دونك في الاخر كنضرب ليست كنضرب ليست وكنبرينتيها مرانيها وكرانيتها البوك الاولاني هو البرايس ديال افكتيف جافا
حيت الكوبون كان فوز دونك ما نقصش البرايس البوك الثاني نقص منه البرايس دونك ليتس تراي تو بريك ثينجز باش نشوفوا سترونغ انكابسوليشن ان اكشن حيت هذا هو زعما الكود ديال الديمو هذا باش نشوفوا ريلايبل كونفيغوريشن و سترونغ انكابسوليشن ريلايبل كونفيغوريشن شنو نقول بيلات ملي كنا كنسبيسيفو كاع ديك البروبرتيز اللي كاينين في الموديول باش نشوفوا ديال جافا حيت ما كناش عندنا كنسبيسيفي هو اللعيبات كان الجار كان جوست ان كونتينر ديال لي كلاس فايلز مي دابا نو دابا ولا عنده مينينفول بروبرتيز دونك نشوفوا نحاول نبريك كيو دابا باش نشوفوا السون انكابسوليشن ان اكشن ونجيو الانفو ديالاش نمشيو ديال السيرفيس حيت ما كيديبوندي بالسيرفيس دونك غادي هاد البابليك هاد اوكي هاد البوك سيرفيس اللي كاين في هاد الباكيج ولا هاد الباكيج ما غنردو غير ماشي اكسيسيبل دونك انا بحال غنقول له راه هذا غادي يولي غير فور انترنال يوز دونك غادي نحيدها من هنا من الاكسبورتس ودابا جيت هنا في الاخر وجيت اورانيت نورمالمون ما غاديش يخليني نعمل حتى تاني اور دو كومبيلاسيون يقول لي الباكيج ماشي فيزيبل حيت ولا دابا غير انترنال في الكود دونك ما يقدرش شي موديل اخر يخدم به اذا ما كانش يخدم بوك سيرفيس اذا ما كانش الباكيج ديالو اكسبورتد دونك نردو اكسبورتد ونعاود الراني دونك بس اكسبكتد خدام حيت دابا ولا عندنا الباكيج اكسبورتد والموديول ريكوايرد من عند المين موديول هو فوالا وعاد عاوتاني البوك سيرفيس راه بابليك دونك مابقاش على بابليك بوحدها ولات كتقدر تاكسيدي لها ولا شي حوايج بغيت نقول شروط اخرى كتخدم في الموديول سيستم خصك يكون عندك الموديول ديالك يكون ريكوايرد بالموديول اللي ديبوندي بيه وخص البابليك اللي ديبوندي بيه خصو يكون عنده الباكيج ديالو اكسبورتد نشوفوا واحد تيست اخر ديال الريفليكشن اكسس تيست دونك الريفليكشن اكسس تيست هو واحد هذا كود كياخذ كيرفلكتي على البوك سيرفيس وكيكري انستانس كيجيت الكونستراكتور وكيكري انستانس من ديال الكونستراكتور ملي كيكري انستانس كي جيت الديكليرد فيلدز ديال هاد لوبجي ديال البوك كلاس ومن بعد كي صافي كي سيتي لاكسيسيبل ان اوتو دونك نبدا من بوبليك من برايفت للبابليك دونك هذه كانت برايفت مي دابا غندير لها ريفليكشن تولي بابليك وقد نقصد لهم برينت يعني نو ماشي هذا فوالا دونك انت برينتات دونك قدرنا نقصد لها واخا بريفي بريفليكسيون قدرنا نقصد لها هادشي اتس نوت فان هادشي ديما كنا كنديرو شحال هادي دونك مي هادشي ما نقدروش نديروه الى مشينا ل لهنايا في السيرفيس وحيدنا اوبنز حيت هذه هي اللي كتخلينا ناكسديو الكود في ريفليكشن كتوبني الباكيج كوم دات ديمو دات سيرفيس في ريفليكشن دونك الى حيدتها ومشيت رانيت غادي تفرقع دونك يقول لي unable to make field private accessible service module does not open في موديول اي هادشي شحال هذيك كنتي خدام جافا 8 ولا ما خدامش بالموديول سيستم غادي يخليك تاكسيدي ليه حيت دونك هنا كنقولوا بان جافا عمرها كانت عندها انكابسوليشن بصح كلشي مدرع دونك اي واحد يقدر يجي اكسيدي لشي حاجه ما غير هذا شي حاجه بحال سيكيورتي مانجر اللي قد تشكل لك من باكيج الكود كي تكون دونك جو بونس هادشي اللي كاين في الديمو دونك غنبارطاجي السكرين ديال البريزونطاسيون اوكي دونك الكي تيك ويز اللي غنقدر نخدم هاد الديمو اول حاجه الاولى ابتداء من جافا 9 الا خدمتي بالجافا موديولز جي في ام والكمبايلر ما بقاوش كيشوفوا الجار
as a classifier container without any meaningful properties. Instead, Java 9 jet the new reserved keywords, the module descriptor file, which make it specific properties the module deal. حاجة تانية من تشوف public and type إلى خصلك تخدم الموجود سيستم ما يكينيش أنها type غيكون accessible في أي بلاصة خاص يكون exported or required في هذاك الموديول لا يدبون دي بيه وهذه هي strong encapsulation يعني تنعني أقبلت of course شي غير introduction واللي بغي يتعمق أكثر في السوجي كان ركومندي واحد الكتاب ديال نيكولا بانوب واللي فيه advanced stuff بحال كيفاش تmodelize existing legacy Java applications compatibility challenges اللي تقدر تلقى مين تبغي تmodelize الابليكاسيون ديالك وفي الاخير كنتمنى السيسيون تكون عجباتكم واستفدتوا شي حاجه منها دونك شوفوا لي كومونتير اللي كاين شي كيسيون كونسيرن لا بريزونطاسيون سي حمزه تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك اخي يوسف كيف كنتي نشوفوا لي كيسيون تبارك الله عليك الحصة كانت جميلة واخا ما عنديش مع جافا ولكن تبعت شوية معك الله يعطيك اوكي كاين واحد السؤال في الأول كاين واحد السؤال صراحة من عند الناس ديال الفرونت اند قال لك إذا بغى شي واحد بغى يبدا الباث نتاعو باش يولي واحد الباك اند انجينير بالنسبة لك أنت شنو هو شنو الحوايج اللي يدير هو كفرونت اند انجينير يعني كفرونت اند انجينير وبعدا كونغراتليشنز بعدا عندك واحد الباك جراوند ديال الكمبيوتر ساينس وماشي زعما تبدا من زيرو دونك صراحه حتى جافا كنخدمو بزاف بالديزاين باترنز هادي مسائل دونك نقدر نقول لك بدا لي فوندامونتال لي زابي لي فوندامونتال ديال جافا براسو هذاك اللي كتمشي زعما تمشي بيغمون جافا ويك ساعه تدخل في لي ديزاين باترنز المهم ديزاين باترنز مهمه بزاف كنخدموهم بزاف هيفلي في الباك اند و دونك نقدروا بعد ندخلوا شي فريم ورك بحال سبرينغ هذه دونك سبرينغ هو دي فاكتو ستاندرد في الباك اند بالنسبه للجافا دونك ما تقدرش تهضر على الجافا وما تهضرش على الايكو سيستم ديال سبرينغ ضروري على واحد الوقت غادي نمشي تخدم سبرينغ بوت سبرينغ اكسترا دونك هذوما زعما كونسو مودو باش نقدر نقول دونك ماشي صعيبه بزاف بالنسبه للسي هشام الا بغى لا ما صعيباش ديجا عنده باك جراوند عنده باك جراوند جينيرال كمبيوتر ساينس هادي دونك يقدر يسويتشي يدريب ليه فيها اوكي ميك سنس كاين واحد السؤال اخر من عند واحد الاستاذ كيقول لك اسيدي كان اي يوز ان نون موديلاريزد ثيرد بارتي ليبراري ياك ان ماي موديلاريزد بروجكت دابا هو بحال عنده واحد ثيرد بارتي اللي هي نون موديل ماشي موديلاريزد وبغى يستعمل في هذا البروجي اللي هو كيما وي بيان سور انت ديرها وي يمكن تقدر تخدم بالجر لايبراري از ان اوتوماتيك موديول اوتوماتيك موديول هو هذا كونسيبت هذا في جي بي ام اس تا هو تزاد تا هو اوتوماتيك موديول هو الموديول هو الموديول ما عندوش موديول ديسكريبتور مي خاص سبيسيفي بالرا راك كديبوندي بهذا الجار في الموديول ديسكريبتور والايدنتيفاير ديالو تيكون نيم ديال هذاك الجار هذا الشيء الا ما كانش الجار مديفيني عنده ان هيدر في لو مانيفيست ديالو دونك نوت كو لي باكاجز ديال الاوتوماتيك موديول تيكونوا كامل اكسبورتد وتيكون اوبن فور دايركت ريفلكشن يوز يبان راهم كاملين اكسيسيبل في الموديول اللي كيديبوندي بيهم اون فوا كدير ديك ريكوايرز اللي شنو قلت على ديك السميه ديال الجار ولا اللي كان هو ديك هيدر دونك انا كي اكسيسي كلشي سواء بالريفليكشن سواء بالدايركت اكسس دونك نتمنى نكون جاوبتك على لا كيستيون هادشي داخل صراحه في السوجي ديال المايغريشن والكومباتيبيليتي دونك الا بغيتي تعمق في السوجي جو ريكوموند راه هادشي كيهضر عليه اون بليز ديتاي واحد الكتاب ديك اللي هضر عليه قبيلات اوكي هذا ماشي اون بي ديتاي في الاوتوماتيك موديول هذا الشيء داخل الكومبيل في الباك اند كومباتيبيليتي ديال جافا مع زوت خوجار اوكي جو كرو غادي ندوز الاخر سؤال من عند سي محمد كيقول لك واش جي بي ام اس افكت جي في ام ديال جافا وي بعدا الى ناحيه زعما كتعرفت الجي بي ام عرفت شنو كتبها جينيرال لا كان اختيار هو اللي بغى يقول واش كت امباكتات الجي في ام الانترنال وركينز ديال الجي في ام وي امباكتاتها حيت علاش حيت دابا مثلا الا كنتي خدام بجافا 9 نورمالمون كتخدم بواحد
كومبيلو كتبي دي بروجي كتطلع واحد الحاجه مثل اني موديول دونك هذه شفتي كتخدم كتخدم بالكلاس بار هما نورمالمون نورمالمون ملي كتخدم بالموديول بالموديولز جي بي امات كتخدم بالموديول بار هذا لي كونسيبت وهذا اخر بحال راه دابا الكلاس باس ديبريكيتد ولا تسمى الموديول بار مي دابا الاغلبيه اغلبيه في اغلبيه في الخدمه عادي كيخدموا بالكلاس باس ما كيخدموش بالموديول باس وكانباكتاج دونك ملي كتخدم بالكلاس باس راك بحال كتشد كاع داك داكشي اللي بيليتي وكتحطو كامل واحد الموديول كيتسمى تكنيك مو كيتسمى الانيم موديول وتماك صافي كيدير البيل ديالو دونك كي عادي دونك تيكون باكورد كومباتيبل دونك الجواب باختصار هو كاين امباكت كاين امباكت في البيل ولكن ما كيبانش لهنا اوكي دونك غادي ندوز لاخر سؤال قبل ما ندوز عند نيكست سبيكر قالك نور شنو هو انت ذكرتي بان سبرينغ زعما هو البروجي فار يعني هو الفريم ورك الكبير في الايكوسيستم تاع جافا كاين كيسول عمر شنو هما الحوايج اللي خصنا نميتريزيهم في جافا قبل ما ندوز لسبرينغ وي دونك خصك واحد الانترميديت ليفل في جافا ديزاين باترنز حيت سبرينغ زعما انفلونسي بزاف بالديزاين باترنز تلقى ديبندنس انجكشن فاكتوري حتى السميت ديال لي كلاس بزاف في سبرينغ كنلقاهم انسبيري ب لي ديزاين باترنز كنا بحال سينجلتون لي سكوب ديالهم واش بروتوتايب واش سينجلتون دونك هادو جايين من لي ديزاين باترنز دونك لي ديزاين باترنز سون بري روكي لسبرينغ بيان سور بلا ما نقول جافا راه خاصها ضروري تكون ان انترميديت ليفل في جافا لانجويج كان جو بونس نقدر دونك هاك جاوبتي يعني خصو كاع لي تروك لي هما فوندامونتال كيما قلتي لي ديزاين باترن سي عمر جود لاك مع ليكوسيستيم تاع جافا وسبرينغ سي حمزه كنشكرك بزاف على البريزونطاسيون ديالك اللي جاوبتي الناس شكرا بزاف وندوزو للسيميدي بغي زعما في الاخير بغي نشكر بزاف زعما التيم ديال بلو بلا كونف على لي سبور ديالهم اللي داروا الكوميونيتي ماروكان زعما فريمون تبارك الله عليكم زعما شكرا بزاف خي حمزه والله لا شكرا مرة حتى لي سبيكرز راه بلا لي سبيكرز ما يقدرش يكون هاد لي زعما هاد الليالي هادي ولا هاد الايام هادي ديال بلا بلا كونف والله حقك فين ما كان شكرا.